السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة. من قال إن الوقت كفيل بالنسيان؟ وأي القضايا من السهل أن تمحوها الذاكرة؟ 10 سنوات مضت وما زالت مجزرة سبايكر الأليمة حاضرة وحرارتها في قلوب العراقيين وعوائل الشهداء دون أن تنطفئ. أكثر من 2000 شاب من أبناء الوسط والجنوب والذين انخرطوا في القوات الأمنية لتحرير المحافظات الغربية والموصل اقتادتهم عصابات داعش الإرهابية وأزلام النظام البعثي الطائفي وعدد من عشائر تكريت إلى القصور الرئاسية بعد أن تعهدوا لهم بالأمان، فقاموا بقتلهم بأبشع الطرق، ولغاية الآن لا تزال هنالك أعداد منهم لم يعرف مصيرهم، ولم تجد فرق البحث الميداني أي قبر أو أثر. واليوم ونحن نحيي الذكرى السنوية 10 لهذه الفاجعة نتذكر الضحايا ونتأمل في أثر هذه الحادثة ونستعرض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة ومكافحة الإرهاب. رحب بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ورحب كذلك بضيوفنا الأكارم بالاستوديو، الأستاذ عبد الرحمن الجزائري الخبير العسكري والأمني، وكذلك الأخ علي حسين الناجي من مجزرة سبايكر، وكذلك انضم لنا عبر الأقمار الدكتور مصدق عادل أستاذ القانون. رحب بكم مرة ثانية ضيوفنا الأكارم، وأبتدي وياك أستاذ عبد الرحمن، وأقول خلينا نرجع بالذاكرة 2014 ونستذكر هذه الفاجعة الأليمة ونتساءل بكل وضوح من المسؤول عن هذه الجريمة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أعزي الأمة الإسلامية في هذه المجزرة الكبيرة حقيقة والمؤلمة على الشعب العراقي، ولا أعتقد يعني ممكن أي إنسان شريف غيور عراقي عاش في هذه الأرض وتغذى من ماء الفرات ودجلة أن ينسى هذه المجزرة، مجزرة أليمة جدا، والمستفيد الأول والأخير هي عصابات داعش والأجندة البعثية المرتبطة في داخل العراق. عندما كانت المؤامرة والاتفاق في الأردن بقيادة ما كفد وصف أعبر عنها زين أكون غصب التعبير عن الموضوع، نعم، رغد صدام المجرمة بالاتفاق مع عصابات داعش ومع قيادات وعشائر من محافظة صلاح الدين للأسف الشديد، ومن الإخوان المكون السني الذين ما كنا نتمنى أنه دماء العراق بهالشكل هذا وبهالوضيعية هذه التي حكمتم 30 سنة أنتم على طوال هذه السنين، وكانت أنتم الاضطهاد الأول والأخير اللي هي للطبقة الشيعية الجعفرية، خصوصا أنه هذول الشباب ضيوف عندكم، ضيوف محافظتكم، متطوعين، ناس من الطبقة الفقيرة. ما أعتقد اللي يروح اليوم دا يذهب للحشد هو تاجر أبدا ولا هو متمكن ماديا. خلينا نسوي دراسة اليوم استطلاع، الشباب اللي انقتلت كلهم ما بين النجار والحداد واللي راح ما متزوج يريد يتزوج على مود ياخذ راتب ويعيش وعاف اطفاله، وبالتالي تقودونهم بهالشكل وبهالأنانية هذه وبهالحقد. هذا الحقد ما اعرف يعني هل تعاد قضية ال 1400 سنة قضية الإمام الحسين سلام الله عليه؟ هل الدين الإسلامي عندكم فتوى انتم من الدين الاسلامي قتل المسلم حلال؟ هذه ما موجوده عندنا ولا بالعرف الاسلامي ولا بالعرف القانوني ولا باي اعراف عسكري. ليش البعض يذبها بخانه القائد العام للقوات المسلحه، بخانه المسؤول عن قاعده سبايكر، بخانه قائد العمليات؟ يعني عمليه النظام العسكري اللي ماخوذ انه الان متداول، وهذه طبعا ترويج للحقيقه. اولا القائد العسكري اليوم، نعم أنا ما أستبعد من خلال الملفات، وكان الأستاذ معين الكاظمي في وقتها يعني رئيس اللجنة، وتحركنا إحنا في ذاك الوقت حقيقة على القصور الرئاسية بعد التحرير، اكتشفنا قضية غريبة أنه مشتركين بالقضية من الجيش العراقي مثلا مشتركين بالقضية من أهالي المناطق القصور الرئاسية، المنطقة هي بحد ذاتها طبعا قصور رئاسية للمقبول صدام كانت، وبالتالي هي قريبة جدا على نهر الفرات. الموضوع بأطرافه طبعا اكو اطراف، والاطراف كانت موجوده، كان المفروض الجهد الاستخباراتي في القاعده نفسها، يعني قاعده سبايكر كان المفروض هنالك استخبارات قويه
وبعد طبعا تعاون أهالي المنطقة قبل لا تطلع القضية وتصل إلى ناحية العلم اللي هي قريبة جدا أيضا، وبقى تتقاوم طبعا أهالي العلم يعني واحد للتاريخ يشهد أنه بقوا يقامون قضية داعش. لكن بعدين بس نتفق بنقطة أنه أكو أكثر من طرف وأكو أكثر من شخصية وجهة مسؤولة عن الموضوع. نعم، مسؤولين عن هذه القضية. خلينا ننتقل لأخونا علي. إحنا لازم علي يوميا نقول لك الحمد لله على السلامة، يوميا نقول لك الحمد لله رب العالمين خلصك من هذه العصابات والتنظيمات الإرهابية. أنت كنت بالموضوع وكنت بالمصيبة وكنت بالمجزرة. نعم. هذه اللي صارت بحق أخوتنا الشباب. من اليوم تشوفون المسؤول عن الموضوع، خصوصا أنه إحنا ما نحكي بس يوم 12/6، التاريخ يقول أكو من يوم 9/6، وإذا صحح لي الموضوع أكثر وتقربنا أكثر من الصورة. نعم. أولا سلام عليكم وعلى ضيوفكم ومشاهديكم الكرام، وثانيا عظم الله الأجر لنا ولكم ولعوائل الشهداء وإلى إمامنا صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل، وهو استشهاد الشباب الأبرياء بدون أي ذنب يذكر، سوى أنهم فقط من شيعة أمير المؤمنين، وهذا الذنب الوحيد اللي انقتل على مود هذول الشهداء الأبرياء. هذا الذنب الوحيد، هذا الذنب الوحيد، لا أقل ولا أكثر، لا لكونهم عسكريين ولا لغير أي شيء. يعني الذنب الوحيد أنهم شيعة وروافض ويجب قتلهم لأنهم خارجون عن الإسلام الحقيقي، وهو الإسلام الوهابي مثل ما يدرون هم. نعم، السلف الصالح. أستاذ، سؤالك كان أنه سؤالي عن أنتوا كنتوا هناك عايشينها. نعم. نشوف إحنا بالفيديوهات 1000 شاب 2000 شاب، أنت أقرب للإحصائية والعدد هم. هذه أسأل عنها النقطة. نعم. أنه الأعداد المعروفة حاليا واللي تصدر بالإعلام 1700. نعم. هذه أسألك عنها، وأنتوا كنتوا من تشوفون المسؤول عن الموضوع، من ودى شبابنا وأخوتنا للمنحر خلينا نقول. نعم، أحسن. أولا 1700 هذا رقم إعلامي مغلوط مو صحيح. 1700 فقط هم عمليات صلاح الدين اللي إجوا يوم 11/6/2012، إجوا لاجئين أو يعني إلى معسكر سبايكر، لأن معسكر سبايكر كان جدا محصن. دول هم اللي انطلق عليها اللي الآن تسمى مجزرة سبايكر باسم دول القوات اللي هم عمليات صلاح الدين. 1700 وهذا رقم مو صحيح، أكثر من هذا العدد، يفوق هذا العدد. نعم، يفوق هذا العدد بكثير. أما اللي اقتاد الشهداء رحمة الله عليهم وكان السبب أنه يستشهدون هو الأمان اللي انطتناه الناس، هذا أول سبب أنا أشوفه. الأمان، الأمان اللي اليوم الكثير يعني من الناس تتصور أنه الشهداء رحمة الله عليهم اللي استشهدوا بسبايكر دول الجنود الأبرياء، أنه هم دول جبناء أو كقطيع أغنام يقتاد راعي ويذهب به حيث ما يريد، وهذا الشيء أبداً مو صحيح. هذا مغلوط أبداً. اليوم يعني الإعلام هم كان بديهم الإعلام والسلطة كانت بديهم هم. أولاً الكاميرات كان بديهم هم اللي يصورون اليوم تصوير هذا اللي نشوف. نعم. هذا بتليفوناتهم، تليفوناتهم هم، يعني ما ممكن ان هم يصور يعني يطلع الاشياء السلبيه عليه ابدا. يطلع الاشياء الايجابيه اللي يريدها هو ويقتطع ويوصلها. كيف شلون يعني؟ على سبيل المثال ضربوا عصفورين بحجر. كيف؟ الأول شيء إنه ذبحوا الشهداء رحمة الله عليهم، والثاني وهم الرأي العام. وشوف أنت اليوم أنا أتسأل الناس دائما تسألني، يعني هو ينعرض على هذا السؤال للأمانة كله، شو يقولوا لي ليش أنتوا الأعداد الهائلة؟ صح. ليش أنتوا يعني يقول لك 2000 شاب. نعم. شلون قدروا ذولا اللي يطلعون بالفيديوهات أعدادهم قليلة وخذوهم. نعم. وذبحوهم. أنا أرد عليهم أجاوبه أقول له أخي العزيز، هل من المعقول تتصور يعني ككل ذولا جبناء؟ يعني خلينا نقول إحنا عددنا هسا 200 شو اسمه 2000 شخص. خلي بين العدد الجبناء او انا من ضمنهم، مشومين انا من ضمنهم دول الجبناء، خلينا نفرض هذا الفرض انه عددهم 1900، لابد بين 100 يهبون، لابد بين 100 يعني عقليا ما مقبوله. لكن يا اخي الاعلام الاسود اللي ظلل هذا الشيء، يشهد الله ورسوله ايش قد شالت اعداد، سووا عليهم انتفاضه وكتلوا من عتهم. واحنا بالرغم ها مدنيين معسكرين وهم مسلحين سلاح ككل، يعني مسلحين. يعني على سبيل المثال شلون انا قلت لك نضربوا عصفورين بحجر واحد. انتم حضرتكم بالاصدارات مالتكم ما شفتوا ان عندكم سيارات؟ هسه ارجع، ما شفتوا عندكم سيارات؟ عندكم سيارات احاديه، سيارات عليها احاديه، سيارات هامر وعسكريه وغيرها. اكو عندما تجي من طريق الموصل باتجاه بغداد على يمينك اكو شجر مزروع على اليمين، هذا الشجر بصفه يعني هاي السيارات واقفه مخبايه عن الاعلام جيدا وموجهه علينا الفوهات الاسلحه اللي موجوده بها، وايضا الناس اللي عندها اسلحه عشرات. هذا تهديد بعد عشرات. نعم.
ورغم ذلك انه هم يعني قالوا لنا انت ولدنا وانت اخوتنا واحنا بان بيناتنا فرق سنه وشيعه واحنا ابناء هالوطن واحنا بالتالي بالاول وبالتالي عراقيين ومن هالكلام هذا اللي خدعوا به الشباب رحمه الله عليهم والا لا صارت عندنا ضجه عليهم. احد الابطال بسياره تعرف هاي السيارات انا لحد الان اتذكرها سياره هاي السيارات الصفر اللي هي تريلا مال وزاره التجاره يعني على سبيل المثال هاي التريلا يخلون بيها هل ترى اللي تاخذ لها علينا فرض كفرضا 10 اشخاص وممكن يخلي بها 30 40 شخص يعني العدد مضاعف ضعفين او ثلاثه اخذوا السلاح صاعدين هم الولد بها اخذوا السلاح هذا صاعد فوق الداعشي قضوا عليه وايضا قضوا على السائق وقضوا القاعد يم السائق ثلاثه قتلوهم ونزلوا انهزموا داخل محافظه تكريت للاسف الشديد انه صفوهم ككل يعني. راح ارجع لك على دور العشائر واهالي تكريت بس هذه النقطه والمعلومه لازم نثبتها للتاريخ انه اخوتنا ما سكتوا اخوتنا وقفوا بوجههم وواجهوهم. انتقل لك استاذ مصدق وراح ابيك مره ثانيه واقول 10 سنوات على هذه الفاجعه والمجزره تقييمك لمسار التحقيقات بهذا الملف الخطر يعني تقريبا هي الجريمه الاكبر من بعد عام 2003 بتاريخ العراق الحديث. اخوان صوت استاذ مصدق ما واصل لي بالاستوديو. بينما يجهز استاذ مصدق صوته نروح الى تقرير اليوم كانت اكو فد في مقر المجزره في سبايكر اكو فد وقفه واكو فد احتفاليه رسميه تابع هذا التقرير وبعدها نرجع. أن تهتم بقضية سبايكر في خصوص رواتبهم بخصوص قطع الأراضي السكن بالاهتمام بأبنائهم المحافظين. اليوم نقف موقف مشرف لشهدائنا الذين ضحوا من أجل الوطن ودفاعا عن هذه الأرض المقدسة وأن هذه الجريمة التي مضى عليها 10 أعوام وما زالت في نفوسنا ونفوس العراقيين ونستذكرها كل عام. استاذ مصدق اذا صوت واضح عندك نعم اسمعك بوضوح نعم السلام عليكم تحيه لك ولمشاهديك الكرام حياك الله مره ثانيه استاذ مصدق 10 سنوات من هذه المجزره والفاجعه الاكبر بتاريخ العراق الحديث تقييمك لمسار التحقيقات بهذه الجريمه شلون نعم. تتابعه فيما يتعلق بجريمه سبايكر حقيقه مما يؤسف الى انه التحقيقات لم تكن بالمستوى المطلوب على المستوى الدولي باعتبار حقيقة أن هذا العام سيشهد نهاية عمل فريق التحقيق الدولي المشكل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالتحقيق في جرائم داعش واللي يطلق عليه يونتاد. سلم تقرير التحقيقات وكان حقيقة في الفترة السابقة نقصد يعني من وقوع الجريمة لحد الآن لا يقوم بتسليم جميع البيانات والأدلة الرقمية المتحصلة في هذه الجريمة لكن حقيقة القضاء العراقي من خلال قضاة التحقيق كان لهم الدور الأكبر مثلما تصدوا للجرائم الإرهابية عام 2003 و4 تصدوا لجريمة سبايكر وبالتالي صدرت قرارات كثيرة من مجلس القضاء الأعلى والمحاكم العراقية وبالتالي هذه الأحكام غالبيتها وصلت للإعدام. لهذا اليوم القضاء نعتقد أنه أعطى من جهده ومن عمله الكثير لكي يحقق العدالة الناجزة لكن بالمقابل رغم أنه محكمة التمييز الاتحادية
صادقت على عشرات القرارات الخاصة بمرتكبي جريمة سبايكر، لكن هذا الملف بالمقابل نجد أن رئيس الجمهورية لم يقم بإصدار جميع المراسيم الجمهورية الخاصة بتنفيذ استاذ مصدق مو عندنا 250 تقريبا 250 مجرم بالسجون محكوم عليهم حكم الإعدام، اكو فد يعني خلل او شك بالجنح مالتهم، يعني شنو الاسباب انه ما تصدر بحقهم عقوبات الاعدام؟ وانت عرجت على الموضوع وذكرت مساله رئيس الجمهوريه. نعم، المساله حقيقه انه الماده 73 على 7 تجيز لرئيس الجمهوريه اصدار المراسيم الجمهوريه بتنفيذ احكام الاعدام ضد ضد من اكتسبت قرارات مصادقه احكامهم من محكمه التمييز. لكن بالمقابل قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 73 لا تحدد مدة زمنية محددة لرئيس الجمهورية لغرض إصدار المرسوم الجمهوري بالتنفيذ الحكم بالإعدام. لهذا اليوم عندنا تنفيذ الأحكام تقف أمام السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، بإمكانه أن يصدر مراسيم جمهورية بتنفيذ الأحكام بالإعدام، وبإمكانه أن يستخدم الجواز القانوني. لهذا حقيقة هذه المشكلة لطالما أغاضتنا كمختصين قانونيين منذ عام 2016 ولا زالت لغاية يومنا هذا لم تحسم. لا مجلس النواب العراقي قدم مقترح لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وألزم رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم الجمهوري بتنفيذ حكم الإعدام خلال شهر ونحسم هذه المسألة، ولا رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه أصدر المراسيم الجمهورية عن جميع فبالتالي المحكومين. فبالتالي أكو إرباك بهذا الموضوع وأسباب ماكو سبب واضح. راح أرجع لك بهذه النقطة دكتور ومسألة بيان الأمم المتحدة، بس قبلها أروح للأستاذ عبد الرحمن. ذكر أخونا علي مسألة العشائر. نعم. شنو دور العشائر بهذه المجزرة؟ شقد إنها دور وتسببت طبعا الدور الأكبر صار بالموضوع طبعا، لأنه بدأت تنفتح الأبواب إلى داعش، وبدأ التعاون طبعا مع أنه أولادهم قدموهم إلى داعش كان يكونون شركاء بالقضية، وبالتالي هم داعش بلغوا أنه خلص اليوم داعش مسيطر على المحافظة كاملة وسيطر على الموصل وضواحيها اللي هي مصفى بيجي وهاي المناطق النفطية. الفرقة 18 أيضا هي اللي كانت هم جزء للأسف الشديد من شبابها راحوا يعني بعملية الاشتباك، لأن كانت عملية نقل قيادة العمليات الموصل بعد سقوط الموصل. الدور العشائري كان محبط حقيقة أمام العراقيين. هذه مسألة الأمانة الحكي عليها أخونا. نعم، هم طبعا لا أرسلوا رسائل لهم للشباب الله يرحمهم شهداء سبايكر أنه الوضع مطمئنين، ورحنا راح نقول لكم لأهلكم وماكو شيء واطمئنوا، وإحنا راح نقاوم داعش. لا يوجد داعش، وبالعكس كان هو أن يقودونهم العملية والاتفاق، وهنالك سيارات ما بين سيارات وزارة التجارة سيارات العسكرية اللي أخذوها داعش سيطروا عليها مع العجلات اللي هي النوع البيكم المصغر اللي كان ما يمتلكها داعش، أخذها من صلاح الدين اللي سيطر عليها جزء منها من الأهالي وجزء من هذه البيكمات اللي يخلون عليها البيكيسي طبعا، وتطلع حماية ويا اللي يسمونه هو الوالي أو ما شابه ذلك القائد العسكري مالهم، وبالتالي دخلوا إلى أن وصلوهم للقصور الرئاسية. بدأت العمليات الإعدام بداية أعتقد على المنصة مال الشرطة. أنا أستاذ عبد الرحمن أريد تفسير لهذا تقرير الأمم المتحدة جزئية من عنده تتعلق بالجانب الاجتماعي. الأمم المتحدة ذاكرة في بيانها صدر قبل يومين أنه هذا المشروع ما يقصد مجزرة سبايكر للإبادة الجماعية ضد الشيعة في العراق. هاي الأمم المتحدة تقول طبعا. مو أنا وياك طبعا، وهذا عندي يعني جزء من التقرير. لكن احنا نجي على الأستاذ مصدق اتطرق لقضية الهيئة القضائية. أعتقد الهيئة القضائية اليوم يعني اتخذت أنه الإجراء اللازم هو القانوني، أخذنا جزء من اللي حصلنا عليهم بالمعلومات قيادات الحشد البطلة، وشكلوا لجان طبعا من باقي الاستخبارات، وصلوا الى المناطق الشماليه مال شمال صلاح الدين، لزموا بالحواضن موجودين مشتركين بالقضيه وتم الاعتراف، وصدر امر القضاء بالاعدام. لكن ليش احنا ما يتنفذ لانه انا راح اقول لك جزء منهم اسمح لي اكو فت قضيه خلينا نحكيها بصراحه للشعب العراقي، جزء اللي لزموا من الدواعش هم في المناطق الشماليه في محافظه حصرا في اربيل طبعا، يعني محميين ذولا محميين كانوا، بس القوه العراقيه اخذتهم طبعا.
اخذتهم وسلموهم هسه هم بالسجون صادر بحكم اعدام صادر نعم ومستكملين كل الاجراءات القضائيه استكمل التحقيق كامل الهيئه القضائيه كملت المشكله اللي حكى بها استاذ مصدق اكو قضيه احنا عندنا تعارض انه رئيس الجمهوريه يقول لك اليوم احنا عندنا حقوق انسان واحنا مرتبطين اليوم بمساله ما نقدر نتجاوز اليوم استاذ عبد الرحمن اقدر اللي تقوله بس وين حقوق الانسان باللي صار يعني حقوق الانسان بس على الارهابيين واما علينا احنا الابرياء اللي طلعنا من هاي المجزره والابرياء اللي غيرها اللي تفجيرات واللي هاي صارت بس هاي انه ما مشمولين بيها للاسف يعني هاي رئاسه الجمهوريه ان كان الرئيس السابق هم نفس الشيء هم كان مؤخر حكم الاعدام بحق المدانين والمثبته جرائمهم ولحد الان نعم وهذا الرئيس الجمهوريه الثاني الان هم ماتين مؤخر شنو السبب ما اعرف هل المتعاون مع هي هذه مشكله كبيره هذا انا ابو من علي يعني ابو موسى بهيش وقت اذا نرجع ل 2014 انت وين كنت وشنو كان وراك اخ الله اكبر يا ربي هيك وقت بالضبط تقريبا هسه الان بيش الساعه هسه الساعه احنا بالبث المباشر بال5:30 اليوم 12/6/2024 يرجع لي بالذاكره لذاك اليوم 12/6/2024 12/6/2014 بهالوقت هذا انه انا بديت افقد انه اعصابي وما ادري بنفسي من شده الالم اللي بي شده الالم اللي هو من الاكتاف وهذا الاكتاف لحد الان الاثر مالته ويا يعني الكدس او مالت الشهداء رحمه الله عليها هذا الشوم اللي متكدس انا جواهم اسفلهم انا صار عندي ألم كلش قوي يعني بالقوة أنه أنا ماسك نفسي من هذا الألم واللي هو الوحيد الكتاف والثانية ريحة الدم اللي كلش يعني تخنق أنه ما تقدر تتنفس وأصوات إطلاق النار فأنا هنا قمت أتحرك ما أدري بنفسي قمت أنه أتحرك هيك وهيك يعني وأنا قاعد شوف أنه قدرة الله عز وجل هم منعتهم أنه يشوفوني وشون أنا كنت أتحرك بهذا الوقت رحمة الله عليهم على الشهداء والله رحمة الله عليهم الآهات أنا اليوم طبعاً اليوم أنه أنا كل ذكرى ما أروح بالمجزرة إلا ذكرى واحدة رحت بيها وتندمت لهذا السبب شفت صرخات العوائل وأطفالهم بس وهاي تعايشها ذكرتني حتى صور الشهداء لا أنا حوالي رايح 10 أو أكثر من 10 مرة إلى القصور الرئاسية هذا الموقع اللي ينعدم به شباب من أروح أباوع بجدران بزوايا بالجبال بالوادي يشهد الله أنه تتخيل لي ناس صرخات الشباب هنا أحد يتوسل له هنا يقول له أرجوك لا تقتلني أنا عمر صغير بعدني إلى آخره يعني مآسي شكد هي كانت الأعمار أعمار يعني الأعمار من 18 وأكو يعني أكو كان وأكو كبار بس الأغلبية أنه كانت أعمارنا صغار فلذلك أنه سهل يعني صارت أنه ينضحك علينا بكلمة أنتوا أخوتنا وأنتوا أهلنا وإحنا وياكم أهل يعني بهذا الكلام يعني هو شوف أستاذنا الفاضل يعني والمشاهدين الكرام التاريخ يعيد نفسه عمر بن العاص عندما خدع جيش كامل وهو جيش من؟ جيش الإمام علي عليه السلام برفع المصاحف هل من المعقول ما يخدعوننا وإحنا ذولا يعني العبيد الفقراء إلى الله؟ رسالة لكل واحد يلومكم على التساؤل اللي حكينا به بداية تغطيتنا إنه ليش ما وقفتوا لا أبدا وقفنا الضجة أكو فالضجة صار جدا كبيرة داخل المعسكر ومقاومة لهم يعني حتى أكو داخل المعسكر قاوموا عفوا داخل القصور الرئاسية أكو ضجة صارت يعني أبدا أنا ما ممكن أنساها اكو ولد اسمه من اهل النجف كرار استشهد رحمه الله عليه طبعا امه دائما تخابرني تقول لي استشهد قلها ما ادري بهو استشهد يعني انا اسال عنه تشوف اللقاء نعم اخو قاسم هماتين عايش الحمد لله المهم هذا الولد قام يصيح احنا ولد علي الكرار صح راح تقتلونا هنا لكن راح يجون ولدنا وراح ياخذون بثارنا لبيك يا علي صارت شلون انه بصوت واحد لبيك يا علي يشهد الله استاذ يعني احنا مدنيين ومتشتفين يعني اغلبنا وهم مسلحين واعداتهم تزداد بمجرد من هذا الصوت لبيك يا علي انك تراجعوا لورا عده خطوات خوفا خافوا اي والله العظيم خافوا من هذا الصوت الرحمة والغفران لشهدائنا استاذ مصدق هذا القرار قرار الامم المتحده ذكرته بحوارك وبمداخلتك الاولى قرار الامم المتحده و يونيتاد هذا القرار شنو أهميته اليوم بالنسبة لمجزرة سبايكر؟ نعم
هذا القرار حقيقة كان أهميته آنذاك حين أصدره هو 23/79 لسنة 2017. كان هذا أهميته حقيقة تكمن في تجريم أعمال داعش، باعتبار أن هذا القرار لم يقتصر على تشكيل فريق للتحقيق الدولي في الجرائم المرتكبة من داعش في العراق وبلاد الشام، وإنما تعداه الأمر إلى تكييف هذه الأفعال على أنها جريمة ضد الإنسانية وجرائم إبادة. فلهذا إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب جرائم دولية في العراق قد فتحت الباب على مصراعيه أمام السلطات القضائية وأمام المحافل الدولية لكي تقوم بالجمع وتوثيق الأدلة المتعلقة بهذا الجريمة. يعني هذا القرار اليوم لما أعلنته الأمم المتحدة وتسلمه رئيس مجلس القضاء الأعلى أعتقد البارحة أو أول البارحة أول أمس يعني هذا مو معناها نهاية التحقيقات بالموضوع أبدا. حقيقة هذا التسليم جاء جدا متأخر لأنه في البدايات الأولى للتحقيق خلينا نكون ونصارح شعبنا بها أن فريق التحقيق الدولي كان يقرن تسليم هذا التقرير بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، لهذا لم يصر إلى الانتقال للخطوة الثانية. هاي يعني مساومة علني للقضاء العراقي؟ نعم كانت مساومة فيما يتعلق بتسليم التقرير والوثائق كاملة للحكومة العراقية منذ عام 2017 لغاية يومنا هذا، كانت مقرونة بعدم إيقاع عقوبة الإعدام. لهذا تجد أن كل الحكومات حقيقة من 2016 لغاية اليوم تماهلت وتكاسلت في مسألة مقاضاة مجرمي داعش باستثناء القضاء العراقي الذي تصدى وبجدارة وأصدر أحكام الإعدام وفق الأدلة والشهادات المتوافرة. أستاذ مصدق، دور التحقيقات واللجان العراقية المختصة مو كافية حتى ننفذ حكم الإعدام؟ ليش ننتظر التقارير الدولية تجينا حقيقة التقارير الدولية موافقات؟ يلا. نعم التقارير الدولية كانت تعطيك صور الأقمار الصناعية الغير متوافرة لك، كانت تستخدم الإحداثيات، نقاط التواجد، نقاط الحركة، نقاط الخروج، الأشخاص اللوجستيات المتعلقين بالبيانات الخاصة بشبكات الهاتف النقال وغيرها أو شبكات الاتصال الدولية. لهذا حقيقة المعلومات متكاملة، المعلومات ممكن تكون أكثر عند هذه الجهة. بس العفو نعم. فبالتالي أستاذ مصدق نعم. أعتقد بعد ما طبعا تم التحرير وتم التحقيق هم اكتشفوا أكو أوراق، يعني مو معتمدنا بس على اليوم النظام الخارجي، النظام الداخلي العسكري اللي عندنا المتثمن بالاستخبارات ايضا حصل على وثائق اكيد وحصل على افلام وتصوير، يعني الدليل موجود عند المحكمه العراقيه. ولهذا السبب الهيئة القضائيه التحقيق مكتمل عندها. نعم ابدا لا ما مكتمل 100% استاذ، كانت هنالك بعض الحلقات المفقوده الالكترونيه المغيبين. لا استاذ الادله الالكترونيه ما عندنا قانون يحكمها بالعراق، متروك تقديرها للقاضي التحقيق. يعني التسجيلات الصوتية، البدالات اللي كانوا يستخدموها، الإشارات عن طريق الأقمار الصناعية، يعني هذه يعني كلها ما كانت متوفرة. الأدلة مو كافية إلى اليوم. لهذا اليوم حقيقة عندما سلموها حقيقة القضاء العراقي نقول لفريق يونتاد والأمم المتحدة أن القضاء العراقي قد حقق هذه المهمة في الاقتصاص من الجناة دون الحاجة إلى الاستعانة بالأدلة والوثائق الإلكترونية التي حجبت عن القضاء لعدة سنوات. لهذا اليوم التحقيق اليوم شبه مكتمل البيانات الخاصة بالمقاضاة شبه مكتملة وما تتنفذ أحكام الإعدام. خلينا أرجع مرة ثانية للأستاذ عبد الرحمن، نقطة خطرة حكاها دكتور مصدق اللي هي مسألة الضغط الدولي. يعني اليوم جريمة سبايكر مو فقط جريمة طائفية داخلية، أكو ضغط دولي ومساومة حتى على موضوع أحكام الإعدامات. طبعا هي جريمة متضمنة دوليا تعتبر يعني إبادة جماعية ومجزرة، هذا الوصف اللي يطلق عليها. لكن اليوم احنا كما تعرف اليوم احنا تحت نطاق اليوم الأمريكان، واحنا اليوم عندنا قواعد أمريكية وعندنا سفارة أمريكية طول بعرض ما شاء الله. عملية داعش، هو داعش منين؟ داعش هو منين؟ هاي الدولة اللا إسلامية اللي اجت هذه خوهية واضحة القضية، تدربوا في أفغانستان، انتقلوا عن طريق تركيا، دخلوا إلى سوريا، ساوموا في وقتها القائد العام القوات المسلحة بقضية موضوع السيدة زينب وسوريا وإسقاط نظام بشار باعتبار، وبلغتهم الحكومة العراقية أنه الشباب اللي طلعون ما يسمى بمقاومة قضية مذهبية في سوريا، رفض السيد المالكي في وقتها
وهم أوعدوا المالكي بإسقاطه، وبالتالي إسقاط حكومة المالكي في ذاك الوقت مرتبطة بقضية دخول داعش. نعم كان العراق لابد أن يسقط، أما القضية اليوم التعاون الأمريكي ما بين المحكمة الدولية ما بين اليوم عدم إعطاء الفرصة إلى إعدام اليوم الدواعش، أكيد واضح أكو تدخل أمريكي واضح. بالتالي رئيس الجمهورية اليوم والسابق أيضا ما قدر ينفذ. نعم ليش؟ هو نفسه الله يرحمه ماما جلال الرجل لما نودوا له أوراق صدام وقالوا له هذا دمار العراق من هاي الحقيبة البعثية، رفض قال أنا ما عندي استعداد أنه أعدم صدام حسين. وهذه اليوم احنا ما نريد نحسبها على اخواننا الكراد، ولكن هذه مواقف اليوم. لكن القضية مجزرة سبايكر قضية كبيرة، دماء اليوم سقطت ومن المذهب الشيعي ومن المحافظات والأدلة موجودة والتحقيقات مكتملة، ولا يزال هنالك حواضن مرتبطة بالقضية اليوم موجودة. القيادات اللي أشارت إلى مجزرة سبايكر في الأردن موجودة، رغد صدام موجودة، وحتى بأربيل لما ذكرتها موجودة. لا موجودة. جميل بالموضوع ولا جميل بالقتل إنه الجاني يصور، يعني المجرم يصور جريمته الشيء. يعني يوثق جريمته يودون الأتباع. يعني على سبيل المثال يعني احنا اليوم يعني بمجتمعنا انه انسان يسوي له جريمه قتل او سرقه او لاخره، انه المحكمه تجي تقول اكو دليل، اكو فد تصوير، اكو فد شيء، تعتمد على التصوير. الجاني اليوم القاتل انه مصور جريمته وباثه، ويعني اثبات هذا كلش كافي، يعني ما يحتاج بعد صراحه امم وغيرها. نقطه مهمه حكى بها الاستاذ عبد الرحمن. نعم. مسألة الانتقام للطاغية صدام حسين. نعم. فعلا هذا كان يصير وياكم؟ نعم أنتوا ثار للطاغية صدام؟ سؤال لكم جناب الأستاذ ولا الأستاذ، هل تكريت يعني منطقة ما بها غير القصور الرئاسية حتى يأخذون الشباب داخل المهالي وداخل الأزقة ويوصلوه للقصور الرئاسية؟ لا بها موجودة صحراء وبها هواية أماكن. المكان اللي عدموا به الشهداء هو شنو؟ القصور الرئاسية التابعة لصدام حسين. اللي مشتركين بالمجزرة أغلبهم بعثيين نقشبندية. هسه يجي شخص يسأل يقول كيف يا أخي أنا شاهد شنو كيف غير أنا موجود هناك وكانوا لا مو أنا واي يقولون لي لا يقولون الأستاذ للأسف جاي يقولون لي موجود بيها يقولون لي البعثي جاي يقولون لي مو صحيح أنا أفتح بث تيك توك ومن خلال هذا البث حتى أتهدد تهديد بالقتل. يعني للأمانة لحد هذا اليوم أتهدد تهديد بالقتل، وحتى سويت مناشدة للسيد وزير الداخلية قلت له معالي الوزير إنه أود ألتقي بحضرتك لأن أنا جاي أتهدد للقتل لكوني الشاهد على هاي المجزرة وجاي أحكي الحقائق، ومن خلالكم أنا هم أوجه له مناشدة الآن بلقاء السيد معالي وزير الداخلية ابن ولايتي ابن محافظة الديوانية وهو مسؤول عن الأمن ككل. المهم وإثبات هذا الشيء كيف؟ أنه كانوا يقولون والله إحنا جبناكم ناخذ بيكم ثأر صدام، يجي ثاني يقول له لا ما ممكن ذول الأولاد المتعة أبناء الزنا اللي دمهم أقذر من دم الخنازير يجيبون شعره من شعر صدام، يجي ثالث شي يقول له يسولفون بيناتهم يقول له على الأقل قليل هذا ما يخالف، وبعد إن شاء الله مستمرون إلى كربلاء والنجف وبغداد. هذا المشروع نعم هذا اللي يحكون. نعم مستمرون وسوف نقتل الكثير من ذولا ثأرا للسيد الرئيس اللي قتلتوه. قلنا نعم إحنا ما قتلنا السيد الرئيس، إحنا مواطنين حالنا حالكم، القتل السيد الرئيس المالكي واحنا ما لنا علاقه بالمالكي. حتى طلبوا من عندنا قالوا احكوا عن المالكي، قلنا لهم عمي سمعنا وطاعه نحكي، حتى بدوا اكو شباب يحكون كذا من المالكي الله ينتقم من المالكي، هاي هم كانوا يطلبون من عندنا، هم كانوا يطلبون روحك طبعا انا احكي لو ما ممكن شيء يقول لي شنو اللي يريده مني اني احكي، لكن انه بس شغلة واحدة البراءة من علي ابن أبي طالب هذه ما ممكن أسويها لو أتقطع ألف قطع. هاي تحسب لكم والله تحسب لكم. نعم. بذاك اليوم وبذاك الموقف تحسب لكم. نعم. أستاذ مصدق شنو نحتاج حتى نفعل هذه القرارات اليوم، قرارات الإعدام بحق المجرمين؟ نعم أول شيء نحتاج تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وتدخل السادة النواب للضغط على رئيس الجمهورية من أجل تزويد مجلس النواب بالعدد الكلي للأحكام القضائية المصادقة من محكمة التمييز المرسلة لرئاسة الجمهورية. المسألة الثانية حقيقة قانونيا صدرا لا زال لغاية الآن معطلات مجلس محافظة صلاح الدين ومحافظ صلاح الدين رغم الجريمة من 2014 الحد اليوم النصب التذكاري المنصوص عليه في قانون تخليد شهداء قاعدة ماجد التميمي الجوية رقم 12 سنة 2019 أو قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد داعش رقم 81 لسنة 2017
توجب إقامة نصب تذكاري في القصور الرئاسية، لكن الحمد لله ليش ما تسوي محافظة صلاح الدين ومحافظ صلاح الدين وكذلك الحكومة الاتحادية لم تنجز هذا الصرح التذكاري الذي يوثق هذه الجريمة النكراء بحق كل أبناء الشعب العراقي. المسألة الثانية، قطع الأراضي الخاصة بالشهداء وحتى الأستاذ علي اللي يمك، القانون يقول يعطوهم قطع أراضي وامتيازات. مؤسسة الشهداء اليوم ما أعطت لكل الشهداء ولا للمغيبين، وقد يكون حتى ضيفك الأستاذ علي قد يكون أسأل عن حقوقهم إن شاء الله. نعم. والمسألة الرابعة، يعني هو من خلال منبر قناتكم الحرة دي يوجه طلب حماية لرئيس الوزراء ولوزير الداخلية. معقولة حكومة ودولة عندها أكثر من 2 مليون مقاتل ما تقدر توفر حماية للشاهد الوحيد الشاهد الرئيسي في القضية؟ اليوم هذا المسألة حقيقة دعوة من خلال منبر قناتكم الحرة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية هذه كارثة. هذا أستاذ مصدق ومحافظ صلاح الدين ورئيس الجمهورية، أنه بسبب أنه أنت تحكي على البعث وتحكي على الطاغية صدام إحنا جايين نهددك. فهذا اليوم يحتاج هذه الممارسات أستاذ، ممارسات يوم أمس يجب أن لا تعاد اليوم. من يهدد علي أو غيره من العراقيين من السنة من الشيعة من الأكراد يفترض أن يتصدى له القانون وتصدى له جميع المؤسسات. اليوم المؤسسات مقصرة، بالأخص مؤسسة الشهداء ووزارة الإعمار ووزارة الثقافة فيما يتعلق بإقامة النصب التذكارية بالتنسيق مع محافظ صلاح الدين، أيضا فيما يتعلق بقطع الأراضي، أيضا فيما يتعلق بالمعرض الواجب إقامته من المتحف في نصب الشهيد. شنو دول الشهداء؟ ما يعتبرون شهداء عراقيين على مود وزارة الثقافة ومؤسسة الشهداء تقيم فد جزء من المتحف وتخصصه لشهداء سبايكر في نصب الشهيد؟ احنا بس نشوف في المحافظات للأسف نقولها انه بس النصب هذا الاسد ما ادري شلونه والبيتنجانه وهاي الاشكال الغريبه العجيبه تشوفها موجوده، بس تخليد لهيك ذكرى ولهيك فاجعه ماكو. استاذ نقطه جدا مهمه، يعني مرخصه جناب الوزراء والاجهزه المعنيه ان تتدخل. استاذ مصدق نقطه يريد يحكيها لك، نقطه جدا مهمه وهي يعني النصب اللي ممكن يسويه احنا ننتظر انه محافظ صلاح الدين يسويه وغيره. احنا للامانه الرجل مو شغله، يعني هذا شغل مؤسسه الشهداء وزاره الثقافه هي اللي مسؤوله عن هذا. واكو نقطه جدا مهمه وهي المحافظه جزء من هذا الموضوع. نعم انا ما انتظر من المحافظه يسوي لي، انا اروح اسعى لان هذا دم ولدي بالاول وبالتالي. واكو نقطه جدا مهمه وهي الصخره اللي انعدموا عليها الشهداء، يجب على الحكومة العراقية قص هاي الصخرة وأن يجلبوها إلى المتحف العراقي. من يضمن لي أنه هاي باكر عقبة راح تبقى؟ أنه من يضمن لي بعد أنا بعد فترة من الزمن أنه أقدر أنه أقدر أروح لهناك التكريت وأزور اللي مكان اللي نعدمه بي ولدنا مستقبلا؟ ما حد يقدر يضمن هذا الشيء. فأني من هذا منبركم الكريم أطالب الحكومة العراقية وكل من يخص الأمر، يعني هذا الشأن جدا مهم، صوتنا إلى صوتك. يقصون هاي الصخرة ويجيبوها يخلوها بالمتحف العراقي حتى عندما يظهر الإمام عجل الله فرجه. أنا هاي عقيدتي وأؤمن بها، من يطلع الإمام المهدي عجل الله فرجه نقول له يا سيدي ومولاي هاي واحدة من اللي قتلوا عليها شيعتكم وهو سبب حبهم وولائكم وولائهم لكم، هاي واحدة من الأمن الأمن. هذا نعم. هذا مطلب مهم. نعم. أنا ضم صوتي لصوت أخونا علي، مطلب مهم، شاهد حقيقي على المجزرة. لازم الأجيال تعرف أنه شنو اللي صار ويا أخونا علي وشنو اللي صار بمجزرة سبايكر حتى ما تنسي هذه الجريمة، حتى لا باكر عقبة تتغير الروايات وتتدور مثل ما احنا عايشين اليوم بوقتنا هذا، ونتذكر شنو صار بمجزرة داعش وبدخول داعش للمحافظات العراقية ونشوف تتأول الروايات وما ندري بالمستقبل شنو يصير. فعلا أرجع لك أستاذ عبد الرحمن، بالتالي اليوم أكو من يشتغل يحاول يمحي القضية، يحاول يمحي الآثار، يحاول مثل ما قال أستاذ مصدق ما يخلي نصب موجود، ما يخلي أكو حقوق موجودة لأخوتنا. مصلحة منه هذا؟ يعني احنا تعرف الجزء من هذا الموضوع ما نريد نحن بعده هي العملية السياسية اللي بالعراق اللي بيها اختناق سياسي اليوم. يعني ظهرت بال 2005-2006 عملية يعني بترويج من الامريكان طبعا ومستفيدين منها عملية الطائفية
خلت اليوم الابتعاد الإخوان المكون السني عن المكون الشيعي، القومية الكردية تختلف عن القومية العربية، هذا كله مؤثرات، مع أنه اليوم المتسلطين شركاء، اليوم السلطة شركاء بها اليوم بها من كل شريك. يعني بالضبط، يعني أنا اليوم لما أريد أعارض في قضية عملية اليوم هذا المحضر التاريخي لشهداء عراقيين سقطوا على أيدي أكبر منظمة إرهابية دولية عالمية، أنا بالتالي ليش أعترض؟ والاعتراض أنا عندي معلومات عن هذا الموضوع، الاعتراض من محافظة صلاح الدين. نعم، يعني نواب المحافظة نعم ومجلس المحافظة نعم لا يقبلون اليوم، يعتبرون هذه القصور الرئاسية تخص المحافظة وهي قصور تاريخية، وهذه المجزرة حقيبة انتهت موضوع داعش. هو شنو التاريخ اللي نعم وبالتالي قصور الطاغية. أحسنت أستاذي، هذا واقع جاي يقول له السيد المحافظ يعترض، لا يقبل اليوم بنصب اليوم تذكار، وبالتالي وحتى لما يروحون اوائل الشهداء يجيبوا لهم الكراسي ويسوون احتفال تأبيني. هو شنو قيمه القصر قدام الألفين شاب؟ هذه قضيه قلت لك اني قضيه سياسيه طبعا، وطبعا مردودها على اليوم القبه التشريعيه البرلمان العراقي والنواب الشيعة يعني والنواب الكراد والنواب السنة مسؤولين، لان هذه مجزره ترجع بها على ما يقل جزء من حقوق هاي الشهداء. ام الشهيد شنو ذنبها يعني؟ ابو الشهيد شنو ذنبه ما كفت شيء تذكاري فعلا. اليوم يروح يباوع على صوره ابنه ويلقى في التاريخ اليوم له ويلقى اهتمام، وهذا انطى دماء على مود انا وانت وغيرنا نعيش ونبقى مستمرين بالحياه. فبالتالي وهذه طبعا ايضا في عاتق السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني من خلال قناتكم الكريمه بكل المناشدات، يعني قضيه توفير الحمايه اليوم الدليل القاطع اليوم بالقضيه اليوم استاذ علي هذا البطل اللي الله كتب له النجاة، فبالتالي هذا باكر تحتاج المنظمات أحسنت. الدولية أنا بس أرد أسأل أخونا علي قبل لا أختم نهاية تغطيتي، أسألك عن موضوع الاختبارات، شنو هذه الاختبارات اللي كانوا يسوون لكم يعني؟ الاختبارات اللي كانوا يسوونها مو أكو يجيك شخص مثلاً يقول لك يابا إنه مو صحيح اللي نعدمه وسنه وشيعة، لا مو صحيح هذا الكلام، وهم قلت لك أنا المجرم يصور جريمته، شفتوا أنتوا هذا الولد علي المعموري من أهل بابل إجا صلى قالوا له تعال صلي، قالهم أنا سني، قالوا له صلي ما ذكر شهدنا علي ولي الله، ما ذكر حي على خير العمل، نسى سبل ايديه بس مجرد انه نزل ايديه سبلهن، فلذلك قالوا له حج هذا رافضي عدموه، وغيره الكثير من الشباب عدموهم فقط لكونهم شيعة، اما السنه يسوون له التوبه ويقولوا له روح الله وياك ما يقتلوهم. هذا كان يصير عليكم واحد تعال اقعد خلينا نسولف وياك لو شلون كان؟ لا كانوا يسالون الاعم الاغلب بنسبه 99% فاصله 99 انه ككل من الشيعة، قالوا لهم احنا شيعة، اما يبقون اشخاص افراد قليلين يعني هذول ال 2000 او ال 3000 على اقل يعني تقريرا تخلي من عندهم 10 قالوا احنا مو شيعة ما تبرى ها ما قال انا بتبرى، قال بس قال انا مو شيعي في سبيل النجاة. اي سووا الاختبار نجحوا فما نجح، واكو بعضهم نجحوا وراحوا والحمد لله واهلهم سالمين، واكو اسم من اسم الطاغية صدام اسم يعني ما الولد ما يسمح لي اذكره، انه هذا بقى يمهم 7 ايام اسمه فلان قالوا له انت نعرفك انت رافضي يا رافضي، لكن تقديرا واجلالا لهذا الاسم اللي انت تحمله روح لاهلك بالسلامه. يعني لان اسمه صدام يعني ما اريد اذكر اسمه فلان هيك يعني ما اريد الولد ما سامح لي، لو سامح لي ان شاء الله اذكر اسمه. يعني اسم الطاغيه واضح نعم منو عندنا استاذنا الفاضل طبعا الاستاذ هنا ذكر بخصوص حقوق وجناب الدكتور ايضا انا صار على مدار 10 سنوات هسه قلت لهم انا لا تعتبروني ناجي من المجزره عادي منا، لكن انا شاهد اليوم اني شاهد على حي على ابشع ما قال دكتور مصطفى ابشع مجزره حدثت بالتاريخ وهي مجزره سبايكر وهي اباده جماعيه بحق المكون الشيعي، هذا الدليل القاطع. لحد الان ما استلم اي حقوق معالي دوله الرئيس، هل يعني عندك معلومه انه اللي الان من المحافظات اكو بعض من المحافظات الغربيه يستلمون رواتب شهداء وهم قتله مشتركين بقتلنا؟ مشتركين بسبايكر والله مشتركين بسبايكر وجاي يستلمون رواتب مغيبين ورواتب شهداء، واني ابنهم ابن الجنوب اللي مظلوم بيام صدام ومظلوم بهاي الحقبه لحد الان ما مستلم اي حق من حقوقي. يا بطلنا يا علي انت بهاي القناه، هاي قناه الحشد ان شاء الله، هذه قناه المجاهدين والنعم منها امانه الله سبحانه وتعالى، هذه قناه الايام الفضائيه دائما توصل الصوت. شكرا برامجها اليوم مهتمه بالمواطن العراقي
ما عندها النفس الطائفي والتفرقه، فبالتالي صوتك راح يوصل ان شاء الله. ان شاء الله هذا مره واحنا ان شاء الله واحنا قاعدين ان شاء الله على التلفاز نشاهد رئيس الوزراء يستقبلك، وهذا شرف له ولكل عراقي. وانا يعني من خلال هاي القناه اقبل جبينك، يعني انت بطل من ابطال العراق. احنا كل شيء نقدمه لعلي ولكل اخوتنا الناجين فد شيء بسيط، نعم. بس احنا اكو فد هديه تذكاريه، نعم. من قناه الايام الفضائيه، نعم. نقدمها لحضراتكم. شكرا جزيلا، هذا فد شيء بسيط ان شاء الله يبقى للذكرى وعنونا به لانهم الامل، لان فعلا انتم الامل فعلا. وانتم اللي قدمتم مقدم. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا، يستحق الاكثر. الله يحفظكم ويبارك بكم ان شاء الله استاذنا الفاضل. الله يحفظكم ان شاء الله ويسلمك. طبعا مجزره سبايكر وما يخص مجزره سبايكر ما ممكن ان ينتهي بحلقه واحده ابد، لان اكو تفاصيل جدا عميقه وجدا طويله ولازم تنذكر، واكو معلومه جدا مهمه انسال بها على هل عشائر تكريت مشتركه بالمجزره. هذا دائما سالت انا هم الاستاذ عبد الرحمن، نعم. اذا عندك فد شيء عليه. انا اقول اللي كانوا يسمون انفسهم ثوار العشائر قبل هم اللي مشتركين بالمجزره. شكو ثوار العشائر هم اللي مشتركين، يعني جماعه المنصات اللي نتذكرها اللي قالوا نجي لبغداد، هم ذول اللي مشتركين. اما عشائر للامانه يعني اكو افراد من العشائر نعم مشتركه، واكو عشائر لا للامانه. انا اريد افصلها جدا تفصيل بثواني جدا سريعه. اهالي تكريت انقسموا الى اربع اقسام، قسم مشارك وقسم مؤيد، والمؤيد لعن الله أمة سمعت ذلك فرضت به، يعني هذا مشارك يعتبر. والقسم الثالث هو رافض، والقسم الرابع هو معارض. الجزء الأكبر شنو كان؟ يعني الجزء الأكبر احكيها قولها، يعني ما أقدر أجزم، يعني للأمانة ما أقدر أجزم، لكن أنا شفت مئات من الناس أنه كانت يعني مؤيدة لهذا الشيء، يعني مؤيدة للمشارك. نعم مشاركة شديدة للأسف. أنا أرجع وأقول الحمد لله على نعمة وجودك بيننا اليوم علي. الله يحفظكم، أنت موجود وطالع من هذيك المجزرة والمذبحة، هذه نعمة كبيرة والله. ألف الحمد لله عليك. يشهد الله ورسوله، أبدا لا أريد أستخدمها لمنافع مادية. أولا لا يا أخوي، إحنا دعيناك وأنت معزز مكرم، رسالة أوصلها للأجيال، أوصلها للأجيال القادمة، بأن انتبهوا من أعدائكم. ترى أعدائكم يجيك بوجه حسن وطيب وكلام جميل إن شاء الله، وأمانة إن شاء من الله أن أنقلها قدر المسؤولية. أنا أشكرك أخونا علي حسين الناجي والشاهد على مجزرة سبايكر، كذلك أشكر الأستاذ عبد الرحمن الجزاري الخبير العسكري والباحث في الشأن السياسي، والشكر موصول أيضا للدكتور مصدق عادل أستاذ القانون على كل الإيضاحات اللي تفضل بها. أرجع وأؤكد مرة ثانية على المسائل والنقاط المهمة اللي انطرحت بهذه التغطية. المسألة الأولى إحكام أو إطلاق وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين، بحق مرتكبي مجزرة سبايكر، بحق أخوتنا وشبابنا من محافظات الوسط والجنوب وهم أبناء العراق. المسألة الثانية مسألة الحقوق، مسألة جدا مهمة، على الجهات المعنية أنه تركز على هذا الموضوع. حقوق لهم أقرها القانون العراقي لهم ولعوائلهم باعتبارهم ذوي شهداء، وشهداء إن شاء الله هم أحياء، فلازم تكون لهم حقوق، وهذا جزء بسيط تقدمه الحكومة. والمسألة الثالثة مسألة النصب وتخليد هذه المجزرة لكل الأجيال حتى تكون شاهد على هذه الجريمة المرتكبة بحق أخوتنا. نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، في أمان الله.